صباح الخير عبد الإله، صباح الخير سارة، صباح الخير على كافة مشاهدي القناة الإخبارية. طبعا كما ذكرت عبد الإله في سياق المقدمة، معاذ سنبل شاب سعودي عمل على تطوير نفسه منذ الصغر، بدأ بشغفه بالتصوير ثم طور نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصنع له محتوى بسيط. بعد ذلك بدأ معاذ بالتوجه إلى صناعة الأفلام، وأيضا بدأ بالاحتراف في هذه المهنة، وثم بعد ذلك بدأ بإنشاء شركة إنتاج بسيطة احنا متواجدين فيها الآن. طبعا الحديث أكثر ينضم معنا معاذ سنبل وهو صانع أفلام. تفضل. في البداية نرحب بك عبر البرنامج اليوم، لو تحدثنا عن بدايتك بهذا الفن وكيف يعني جاتك الفكرة أنك تبدأ بهذا الفن وهو صناعة الأفلام. والله صراحة من أنا صغير في البيت كانت عندنا كاميرا، الوالد كان عنده كاميرا، فكنت دائما يعني أحب أني أمسكها ألعب فيها أصور فيها، فمع الوقت يعني هذا الشغف يعني زاد عندي، فبدأت أني أدخل أبحث في الكمبيوتر أبحث في الإنترنت، الآن الحمد لله تطورت وكنت يعني أنزل حتى وأنشر تجاربي في مواقع التواصل في إنستغرام، فالحمد لله تطورت يعني لين وصلت لمرحلة كويسة، وجدت أنه هذا المجال وهذا الشغف اللي أنا حاب أكمل فيه يعني على طول يعني بإذن الله. في مكان هذه في المكان البسيط هذا يعني ممكن تحدثنا عن كيف بدأت فكرتك بإنشاء هذا المكان؟ والله صراحة يعني عمل زي هذا العمل أو هذا المجال يعني ما يكمل بفرد واحد، فأكيد أنا كان معايا مجموعة معايا فريق كبير، وهذا الشيء اللي يحمس أكثر أن الواحد ينتج ويحكي قصص ويروي، لأنه في نهاية هذا المجال أنت بتروي قصة للناس، بتعطيهم حكاية فيها إحساس وفيها يعني رسالة معينة، فهذا كان هذه كانت بداية المكان هذا يعني. طيب أنت نعرف أنه صناعة الفيلم تحتاج إلى وقت وإلى فكرة، طب من فين تجيك هذه الفكرة اللي يعني عشان تبدأ بصناعة فيلم معين؟ صحيح، زي ما ذكرت قبل شوية الفيلم هو يعني وسيلة لرواية قصة، فأنا لما أشوف قصة جميلة سواء في الواقع حواليني في مجتمعي أو أني قرأتها في مكان أستلهم منها فكرة معينة، هذه تعطيني بذرة وبداية أن أنا يعني أنشئ فيلم عنها، أحاول أني أظهر جوانبها، في النهاية أوصل فكرة ورسالة معينة للمشاهد سواء كانت طيبة أو هادفة أو فيها يعني فيها معنى جميل، هو هذا المغزى من كل الموضوع. طيب أنا أعرف أنك أنت حصلت على يعني عدة جوائز في مسابقات، ممكن تحدثنا عن هذه الجوائز وتوضح لسادة المشاهدين؟ والله صحيح الحمد لله، في البداية كان في جائزة من الجوائز اللي كسبتها كانت مسابقة من نيويورك فيلم أكاديمي، الجامعة الأمريكية لصناعة الأفلام، كانت جائزة على مسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية، وكان المطلوب تقديم فيلم عن صناعة الأفلام. ليش أنا أبغى أكون في صناعة الأفلام؟ فشاركت فيها والحمد لله فزت بالمركز الأول، وكانت الجائزة منحة دراسية لمدة شهر، فالحمد لله هذه كانت الجائزة. وأحد الجوائز الثانية كمان كان في مهرجان سينمائي في المدينة المنورة، كان من جمعية الثقافة والفنون، اتكرمت فيه على فيلم أنتجته أنا وصديقي، الحمد لله أخذنا فيه المركز الأول، فيعني هذه من الأشياء البسيطة اللي الحمد لله. معاذ سنبل صانع أفلام، شكرا لك، وأيضا شكرا على إبداعك اللي قاعدين نشوفه هنا في هذا المكان الجميل. الشكر والله موصول لكم، وسعيد بتواجدكم هنا يعني شرفتونا. شكرا لك يا أخي. إذا سارة وعبد الإله، يعني لا أحكي لكم عن جمال هذا المكان اللي أنا فيه، يعني حقيقة يعني نرى إبداع الشباب والشيء الجمالي فيهم وتطويرهم للعمل الإبداعي، وأيضا طبعا لا أحكي لكم عن معاذ سنبل، هو بدأ بتدريب الشباب وعلى هذه المهارات اللي هي مهارات صناعة الأفلام بداية بالمجموعة اللي معاه في هذه الشركة والمؤسسة. طبعا معاذ شاب سعودي فعلا حقق رؤية 2030 بهذه الإبداعات وهذا العمل الجميل جدا. طبعا هذا كل ما لدي سارة عبد الإله، أعود إليكم للاستوديو لإكمال ما تبقى من البرنامج. يعطيك العافية سعد سناني. شكرا يا سعد. شفتوا هذه اللقطة؟ بسيطة صح؟ تجمع ناس توقف كل واحد في مكانه وتصورهم، لكن هل فعلا سهل انك تجمع 30 ل 40 شخص؟ لا، وفي زمن فيه كورونا ما اظن انه سهل.
عشان كده احنا سوينا شيء ثاني. طيب نحتاج عدد. احلى شيء انه عندي اصحاب واولاد عم ما يقصروا، فكلمتهم كان عددهم 7 اشخاص، قلت لكل واحد فيهم يجيب معاه 4 اطقم ملابس مختلفة. حددنا مكان وقوف كل شخص على الارض، وفي الشاشة عندي ارسم مكانه عشان اقدر اوزعهم بشكل مظبوط، وبس جبنا الكرومة وبدأنا نصور كل واحد في مكانه. يلا 3 2 1 اكشن. وبعد ما يتصور بلبس يغيره ويرجع يتصور باللبس الثاني. سلام يلا سجادة خلاص تمام. بعد كده جيت في المونتاج، حطيتهم كلهم فوق بعض وزلت الكرومة. طبعا لما يكون الفريق صغير لازم تصير شوية اخطاء، يعني مثلا في بعض اللقطات بعضهم خرجوا عن الكرومة، اضطريت اني اقصهم فريم فريم، او مثلا زي دي اللقطة، يعني صراحة ما اعرف كيف ما انتبهت لها، لكن ابراهيم كان لابس اخضر، طبعا لما يكون لابس اخضر والخلفية كرومة تعرف وش يصير، فبرضو اضطريت اقصه فريم فريم. المهم بعد القصقصة والتركيب والتحريك وتعديل الالوان طلعنا بدي النتيجة. أظن بعد الشرح ده ما حتقدروا تشوفوا اللقطة بشكل طبيعي، تشوفوا تفاصيل وأغلاط طريقة، بس مو مهم، المهم إنكم ما شفتوها في المرة الأولى.